من غير ما نخاف ومن غير ما تجينا حالة فزع، ولكن في الحقيقة انه البنك المركزي صدر منه امبارح او في الفترة الأخيرة اعلن عن ارتفاع اجمالي في رصيد ديون مصر الداخلية والخارجية لأعلى مستوياته على الإطلاق. الديون دي مش حصيلة سنة ولا سنتين، دي يعني ديون متراكمة من زمان جدا ومن فترات طويلة، هنتكلم عنها بالتفصيل. باختصار الديون وصلت ل1.2 تريليون جنيه. معاكم ومعانا النهارده دكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي اللي هيشرح لنا بالظبط ايه هو الوضع وازاي ممكن نتعامل مع وضع زي ده. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، واهلا بحضرتك معانا في نهارك سعيد. دكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي وعضو مجلس اداره جمعيه الاقتصاديه السياسي الاقتصادي السياسي. دكتور حمدي، 1.2 تريليون يعني معناها اللي انا قريته في ال 12 على الانترنت عموما 1,254.2 مليار جنيه. تمام، تفتكر هنسددهم؟ طبعا هنسددهم. طبعا هنسددهم. طبعا. لان جميل. لان اولا احنا عندنا جزء منهم ديون داخليه. حلو. الديون الداخلية تقريبا يعني حوالي 950 مليار جنيه. ودول في شكل يعني سندات وأذون على الخزانة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني وزارة المالية لما بيكون عندها عجز اللي هو النفقات بتاعتها أكتر من الإيرادات، الفرق ده عجز عايزين نسدده نعمل إيه؟ فنقول للبنوك وشركات التأمين اللي عندها فلوس سلفوا وزارة المالية وتديكوا ورقة. الورقة دي بنسميها سند. حلو. لها تاريخ استحقاق وتستحق كمان فايدة. يبقى إذا وزارة المالية بتبقى ملتزمة إنها تسدد الأصل زائد الفايدة اللي متفق عليها في هذه السندات اللي هي صكوك أو ورق. يعني سند للمديونية بتاع وزارة المالية قبل الدائنين اللي هم في الغالب بنوك وشركات تأمين. السندات والأذون بتبقى قصيرة الأجل، لكن السندات ممكن تبقى طويلة الأجل، يعني ممكن توصل لعشر سنين 12 سنة إلى آخره. وبالتالي ما فيش مشكلة، يعني مش كلهم هيستحقوا حاليا، لا دي لها جداول مجدولة. فكل ما يجي معاد قسط الفلوس بتاعته بتطلع من الاحتياطي اللي عند البنك المركزي بالعملة الأجنبية للدول الدائنة اللي موجودة بالجنيه المصري، بيدفع بالجنيه المصري. بالإضافة لكده عندنا نظام في البورصة اسمه المتعاملون الرئيسيون. بمعنى ايه؟ ان السندات دي ممكن بيعها في البورصة، يعني اذا كان بنك او شركة تأمين اشترى السندات دي ودفع قيمتها للوزارة مش عايز يستنى ولقى انه ممكن يبيعها في السوق، ممكن يبيعها ياخد فلوسه بنظام المتعاملين الرئيسيون اللي هم البنوك وشركات التأمين برضو المحددين في قرار البنك المركزي. ده معناه انه ممكن السداد والبيع والشراء ده بيتيح سيولة للي هو مش عايز يستنى للمعاد، وفي نفس الوقت مضمونة من الحكومة 100% فيهاش خسارة. بمعنى ايه كمان؟ ان لو سعرها في السوق في البورصة قل، الحكومة ملتزمة بالسعر الايه بتاع الاصدار بتاعها، ما تخسرش. ولذلك هي امنة. بس ايه بقى كمان؟ الفايدة عليها عالية. عشان كده كان وزير المالية بيقول لا، ده الاقتراض من الخارج اقل تكلفه من الاقتراض في الداخل. من الداخل. ليه حضرتك تشرح لنا بقى الجزئيه دي دكتور؟ لان الحقيقه الكلمه دي زي ما هي كانت يعني جزء من الحلول، ولكن استفزت الحقيقه كمان ناس كتير جدا. فعايزين نفهمها مظبوط علشان الناس اللي متضايقه من الكلمه دي تبقى فاهمه يعني ايه اللي بيحصل بالظبط. هو طبعا لما ازاي الاقتراض من الداخل اسهل واسهل الاقتراض من الخارج اسهل، ويعني اشرح لنا بالظبط الجزئيه دي. هو التكلفه، يعني اي واحد بيستلف بيقول طب انا هتكلف كام، هدفع كام. فواحد يقول لي والله انا هسلفك بس تدفع لي 14%. واحد تاني يقول لي هسلفك بس ب 8%. يبقى في الحاله دي انا هختار اللي ب 8%. اكيد. فاحنا عندنا الداخلي بقى اللي هو سندات وذون خزانه، الفايده عندنا بتصل ل 14%. اذا مكلفه. الفايدة على الدولارات برة والفايدة على القروض الأجنبية والحاجات دي زي ما احنا شايفين في العالم بعد الأزمة المالية العالمية بقت الفايدة العادية أقل من 1%. إذا رخيصة جدا. ولو احنا داخلين في قرض طويل المدى وفي ناس بقى بتسوق في يعني في وسطاء ساعات، يعني زي ما كان بيحصل قبل كده في وزارة المالية، يبقى في وسطاء ياخدوا عمولة التسويق،
لما كانت بتوصل مثلا 8% كان الناس بتحتاج يقولوا ده غاليه وبتاع عشان يعني احنا كده بنتحمل اعباء جديده. بس لو انا قارنتها برضو بالمصري هلاقيها ارخص. فلذلك طبعا وزير الماليه عنده حق فعلا انه القرض اللي هو من الخارج سعر الفايده اللي هو تكلفه بتزيد على الاصل ارخص من القرض الداخلي اللي هو في صوره سندات على الخزانه وعليها فايده عاليه. بس لازم نلاحظ حاجه برضو، ايه هي؟ ان ده مش بديل لده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما ينفعش اجيب نقد اجنبي قرض واستخدمه استخدام محلي بالجنيه المصري. وما ينفعش ان انا استخدم جنيه مصري بدل حاجه اجنبيه. انما الاجنبي اللي بجيبه ده بمول بيه حاجات اجنبيه. زي يعني الواردات. لو انا بجيب سندات بالدولارات او بالاسترليني باليورو والحاجات دي هعمل بيها ايه؟ هدفع بيها مدفوعات للقمح والذره والدقيق والزيت والسلع اللي انا بستورده من الخارج اللي انا بستورده ما عنديش فلوس بالدولار. بالظبط، لازم ادفع بالنقد الاجنبي. كويس. لو بعمل مشروعات بنيه اساسيه في الداخل كل مشروع بنقول فيه مكون محلي ومكون اجنبي. المكون الاجنبي ده عباره عن الحاجات اللي انا بجيبها من بره، التكنولوجيا والالات والمعدات مستورده. تمام. هاجي اقول له واحد خد بالجنيه المصري يقول لك لا اعمل بيه ايه؟ طبعا مش عمله عالميه. اديني يورو، اديني دولارات، اديني استرليني اللي هي العملات قابله للتحويل، ين. خبر حضرتك. يبقى في الحاله دي القرض اللي انا جبته والنقد الاجنبي هيدخل على الاحتياطي عند البنك المركزي. نعم. اقدر ادفع منه اي مدفوعات للواردات اللي انا محتاجها للتنميه الاقتصاديه، للمرافق، للسلع التموينيه، للدعم، للحاجات دي كلها من الخارج. لكن اللي بالجنيه المصري اللي انا خدته ده بدفع منه حاجات المصاريف، كل الحاجات اللي هو بدفعها بالجنيه المصري. بالظبط، مصروفات جنبها. دكتور حمدي، هو دكتور حمدي، هو مصاريف البيت. مصاريف البيت. بالظبط. دكتور حمدي بشكل عام. يعني انت اللي هتخلينا نخض او ما نتخضش. بوجه عام الدول كلها بتبقى مديونه. نعم. صح؟ صحيح. يعني اكبر دوله مديونه في العالم الولايات المتحده الامريكيه، اللي هي اكبر دوله اساسا اقتصاديه. بالظبط، وهي اقوى اقتصاد في العالم برضه. طب يعني احنا ما نتخضش ان احنا عندنا خلص. ديون بهذا الشكل. لا اطلاقا. انا شوف حضرتك في حاجه مهمه يمكن ناس كتير ما يعرفوهاش. لما عملنا برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في سنه 91 فقال لنا انا هشطب لكم نص الديون اللي عليكم 50%. كويس. بس على ايه؟ مراحل. وربطها بحزمه من السياسات اللي هي بنسميها الروجيتا بتاع الاصلاح الاقتصادي. كويس. تعملوا كذا اشطب لكم 15%، تعملوا كذا اشطب لكم 15% التاني، تعملوا كذا اشطب لكم 20% الباقي. بس قال في ايه؟ افترضوا ان الديون دي ما تمش اسقاطها والمقابل بتاعها خصصوه عندكم في احتياطي في البنك المركزي، ما يتصرفش الا بموافقه صندوق النقد الدولي. استاذنك تاني. قول تاني. قال ايه؟ قال ايه الصندوق؟ أيوة. قال افترضوا ان احنا ما اسقطنا لكمش الفلوس دي. عظيم. طب فلوس المقابلة فين؟ حطوها عندكم في احتياطي في صندوق عند البنك المركزي. كويس. ولا يصرف. ايوه. الا ما نديكم احنا كصندوق موافقة عليه. ليه؟ عشان ما يحصلش افلاس. عشان ما يجيش معاد قسط ونقول ما عندناش فلوس. لا ده موجود بقى اهو. والصندوق في الحالة دي يوافق. وطبعا الكلام ده يمكن مرة كان من حوالي بتاع 5-6 سنين كان ذكره رئيس الوزراء اسبق والناس ما فهمتوش ساعتها برضه. نعم. فين ده؟ الفلوس دي مستخبيه فين؟ ما حدش يعرف انا حاجه. طيب دكتور حمدي، من هي الدول الدائنه من فضلك؟ عايزين نعرف. هو طبعا ديوننا بالدرجه الاولى الى الاتحاد الاوروبي. وثم الولايات المتحده الامريكيه. وبعدين عندنا بعض دول زي اليابان، كندا، الدول الاسكندنافيه، روسيا. اللي هي الدول اللي عندها اموال واحنا بنحتاج. يعني في حاجه مهمه برضو ان انا في قروض بتبقى عينيه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ما باخدهاش فلوس، وفي حاجات يسموها مساعدات وهي قروض ميسره يعني بفايده قليله، بس يقول لك عليها قرض او منحه، مش منحه، هتترد. بس بيقول لي خد بيها سلعه وانا هدفع للناس اللي عندي بس هايد عليك.
ما هو ما حدش بيدي حاجه كده برضه. ما هو ده بقى اللي انا جاي لحضرتك فيه، هو بيشغل اقتصاده. انه ناس كتير جدا قلقانه من الدول اللي هتدينا، او الدول اللي هتدينا بعض القروض علشان نسدد ديوننا. أيوة. اللي فايده، هل يا ترى هتبقى هي بس ال8% اللي اتكلمنا عليها، ولا هنلاقي في فوائد تانية مقابل ان احنا لا هتبقى اقل، لان الفايده في العالم كلها منخفضه. يعني انا ما اقصدش ان بس 8 ولا 6 ولا 5 بس قال هقصد لا، هو شوف العطاء هل وصل لهذه الدرجه، ولا في ناس برضو قلقانه انه ما حدش بيدي حاجه كده من غير مقابل. القلق بيجي منين؟ وده اللي خلى المجلس العسكري في تقريبا من 3 شهور فات رفض الديون الاجنبيه. ليه؟ لانه اذا كان مرتبطه بتدخل يعني يقول لي لازم تلغي الدعم مثلا، اقول له لا، ده بعد اجتماعي، ده تخلي الفقراء يقوموا علينا بصور الجياع. برفض بقى، اقول له مش عايز المعونه بتاعتك، مش عايز القرض بتاعك، تمام. او يقول لي حاجه سياسيه، يتدخل في اي شان من شؤوني، اي شؤون سياسيه في الشرق الاوسط، اعمل كذا او ما تعملش كذا، او افرج عن فلان ولا مثلا، نقول له لا، دي ارادتنا السياسيه، مش عايزين القرض بتاعك في هذه الحاله. ايوه بالظبط، دي بقى كمان جزئيه مهمه جدا، دي تمس بقى السياده، الكرامه المصريه. او ان هو بيشتغل من ورانا مع جماعات في الداخل ويديهم منح او مساعدات، فبنقول له لا استوب، ده لازم الحكومه تبقى في الصوره، ولازم تبقى موافقه وتعرف ان الاموال دي هل تستخدم ضد النظام العام في البلد ولا لا. يعني ممكن تكون بتمول حاجات مضاده طبعا، ممكن تعمل افكار هدامه، ممكن تعمل اي مشاكل. فلذلك برضو بيبقى مهم قوي ان احنا في التفاوض بتاعنا نتفاوض بقوه مع هؤلاء الناس، ان احنا بنقول مصالحنا بالدرجه الاولى، ارادتنا السياسيه بالدرجه الاولى، عدم تدخل في اي شان من شؤون بلادنا. ما تفرضش عليا سياسات اقتصاديه معينه تبقى مؤلمه للناس وتخليه يبقى فيه معاناه وزياده في الفقر والبطاله والغلاء والحاجات دي كلها. بنرفض على طول. دكتور حمدي، المبلغ اللي احنا قلناه اللي هو 1254.2 مليار جنيه، تمام، ده اتفقنا ان هو تراكم سنين، مظبوط. هل احنا في السنين، مش بس في الثلاثين سنة بقى، ده احنا بنعدي مثلا اكتر من فوق الستين سنة ولا سبعين سنة مثلا، مزبوط. صح ولا انا غلطان؟ اما هو رصيد الديون متحرك، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بسدد واخد واسدد واخد وهكذا، والمسألة ماشية. انا عندي الديون الخارج 35 مليار دولار، كويس. دول طبعا يعتبروا زيادتهم مش مقلقة، لأن إحنا بعد إسقاط الديون اللي كان تم في التسعينات كان وصل لحوالي تقريبا 30، فزادوا حوالي 5 مليار دولار، ما هيش مشكلة. ليه؟ لأن إحنا بنسدد وناخد ونسدد وهكذا، ما فيش هنا قلق، ومش كلهم مستحقين في وقت واحد، تمام. وبالتالي تمام، كل ما يجي الميعاد هنسدد عادي في التوقيت بتاعنا. يعني إحنا ما نقلقش إن إحنا المفروض إن إحنا ما يبقاش علينا ديون؟ لا طبعا، كل الدول عليها ديون. ليه؟ لان زي ما نقول الديون ليست شر في حد ذاتها، بس المهم ان احنا نسدد برضه، بس استثماريه كمان. ما اخدش دين اكل بيه، نعم، يعني انا مش هاخد دين عشان اجيب بيه اكل وشرب، ده يبقى ضايع، كويس. لكن لو انا باخد دين اجنبي من بره بالذات عشان اعمل مشروعات، كويس، شغل الناس، زود الانتاج، زود الزراعه، الصناعه، الحاجات دي. تعالى حضرتك بقى ايه، حسن مستوى المعيشه، ده كويس قوي، بدون قطع كلامك. تعالى نتكلم بقى في اللي احنا بنتكلم فيه ده، وظل الديون دي وان احنا المفروض ان احنا نسدد. انطباعك ايه في مصر دلوقتي اقتصاديا؟ يعني البورصه عمالين نقول ان هي عماله تخسر بالمليارات، بنتكلم في السياحه وان السياحه مضروبه، وحتى اللي جم بياخدوا بيجوا باسعار رخيصه جدا. اقتصاديا بيقول لك انه الاستثمار الاجنبي، وانا بقول للاسف الشديد ان الاستثمار الاجنبي اللي هو اوروبا وامريكا، مزبوط، والعرب بيجوا في الاخر خالص، مزبوط، للاسف الشديد. طبعا كان مضاربات كمان في الحاجات. طيب في ظل بقى الكلام ده، وضع مصر ايه؟ شوف حضرتك، يعني احنا بالنسبه لنا لا شك ان احنا في وضع حرج جدا بالنسبه للموارد بتاعتنا اللي هي بتعتبر اساسيه في الدخل القومي بتاعنا. السياحه بتاثر على جميع الانشطه الاقتصاديه في الدوله، لما بتضرب السياحة الأنشطة كلها بتتأثر، فبتزود معدل البطالة، بتزود المشاكل، الدخل بيقل، الحاجات دي كلها، الضرائب حتى اللي بتدفعها الشركات دي للدولة بتقل، تمام. وبالتالي لما تيجي حتى تسدد ديونها للبنوك تتعثر، لأن ما عندهاش إشغالات وما عندهاش دخل.
الاستثمار الاجنبي اللي بيجي من المشروعات اللي هو بنقول عليه مباشر ده مهم جدا، عشان هو اللي بيعمل لي فرص عمل، وهو اللي بيزود الانتاج وبيجيب معاه تكنولوجيا وبنشغل عماله مصريه. ما بنسمحش للاجنبي عندنا القانون الا في حدود 10% فقط من العماله. وبالتالي يعني الحاجات دي زائد بقى موارد التحويلات العاملين في الخارج اللي هي بتاتي من الدول اللي بيعمل فيها المصريين قلت عشان الاضرابات اللي حصلت في الدول والثورات اللي في الربيع العربي في ليبيا وفي تونس وفي سوريا والاردن واليمن، كل دول فيها عماله مصريه بالكامل.